كل عملية خوف وارتباك داخل الملعب ناتج عن عدم ثقة، وعدم الثقة ناتج عن ضعف الإمكانيات الفنية. يعني بين قوسين أي لاعب يخاف ويرتبك داخل الملعب ويحس ان اكو عنده استعجال عنده ضعف بالامكانيات الفنيه المهاريه. فدائما كل مقاطعي جاي اركز على التدريب الفني. التدريب الفني جدا مهم، جدا مهم. اركز على التدريب الفني، اول شيء يقل من الخوف والارتباك والاستعجال اللي عندك داخل الملعب، ويطور امكانياتك الفنيه ويصعد ثقتك بنفسك وبقدراتك. واكو بعض المؤثرات الخارجيه تاثر على اللاعب الامكانيه ويعد ثقه بنفسه، مثل صوت المدرب، صوت الجمهور، صوت اللاعبين، صوت الناس النشاز اللي تدمر امكانيته وتدمر طاقته داخل الملعب. هذا اللاعب اللي يتاثر بسرعه لازم يتعلم ان ما يتاثر بسرعه، ممكن كلام يتاثر به، ممكن كلام يسمعه. لازم على كل لاعب ما يسمع هذا الكلام يطنش، يسد إذاناته. مسألة جدا طبيعية، يعتبر أن هذا جمهور، أن هذا صوت نشاز ويكمل طريقه. بس إذا اهتم للصوت واهتم للصياح واهتم لبعض الأمور، لا راح يتأثر وراح يطلع عن إطار اللعبة وراح يدخل بالقلق والتوتر والخوف. تحياتي لكم.